بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة موجودين إحنا في مكان بيبيع بأرخص الأسعار. شايفين الحاجات اللي ضد الكسر دي؟ هنتفرج على الكبة اللي ضد الكسر، هنتفرج على حاجات كتيرة جدا، زي مثلا مكنة غزل البنات متوفرة، وكمان الهاند بلندر، أرخص هاند بلندر موجود. عايزة أقول لكم سعره هيبقى مفاجأة. ده غير المطحنة دي اللي مكسرة الدنيا على الفيس، والناس كانت بتدور عليها جدا، هتلاقوها موجودة وهتشوفوا سعرها. وطبعا الفرن الكهربائي والمبردات، كل ده هنشوفه ان شاء الله بأرخص الأسعار. وفي شحن لأي مكان، ما تنسوش بقى الدعوة الحلوة واللايك. يلا بقى تعالوا نشوفوا المكان. النهاردة عندنا جولة كاملة في سنتر عالم التوفير، بجد ملوك التوفير. عايزة اقول لكم كل حاجة موجودة. هنبتدي الاول، السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ شرفتيني. ربنا يخليك، الشرف ليا. الله يخليكي، اسكندرية نورتنا النهاردة في المنصورة. ربنا يخليكي حبيبتي. قولنا بقى كده، ادينا فكرة حلوة عن المكان والعروض الحلوة والحاجات الحلوة. عالم التوفير للأجهزة الكهربائية في المنصورة ان شاء الله، في شارع مجمع المحاكم، وكمان فرعين في القاهرة، عندنا في الوراق وعندنا في فيصل. اماكننا دي موجودة ان شاء الله، وعندنا شحن لجميع المحافظات. تمام. حضرتك لو اتكلمنا عن عالم التوفير للأجهزة الكهربائية، شغلها بالنسبة للأسعار، بالنسبة للمنتجات، حاجة مش موجودة عند حد، موجودة بس في عالم التوفير للأجهزة الكهربائية. أعلى شغل وأفضل سعر. تمام. أعلى جودة وأقل سعر عن أي مكان. حلو قوي. اتكلمنا عن شغل الفرز الثاني، بواقي التصدير موجود برضو، فرز الإنتاج، كل الشغل الخاص بفرز الشركات، بفرز المصانع، كمان والجمارك، كمان الحاجات اللي كمان هي جايه من الجمارك، كمان مصادرات الجمارك، كمان معانا فرز التصدير، كمان تصفيات المعارض، شغل بينزل باسعار مش موجوده عند حلو اي جدا. حد. تمام. الفرز الثاني مؤخرا اتعرف، يعني في ناس عرفته وفي ناس لسه، احنا بنحاول نعرف الناس على الفرز الثاني، لان هو بيقدر انه يوفر اسعار، يعني بيجيب من بره باسعار عاليه، هو يقدر يوفر مبلغ كويس جدا في كل جهاز بيشتريه، وفي نفس الوقت هي ما فيهاش ديفوهات. يعني انا عندي مثلا ست البيت، لو عايزه تجدد غسالتها، عايزه تجدد الثلاجه بتاعتها، بس الميزانيه بتاعتها مش قوي، هتسمح قوي، هتبص تلاقي انها بدل ما تروح تجيب واحده مستعمله، او تجيب حاجه غاليه وتدفع فيها واقساط وديون، انا بوفر مبلغ محترم، بجيب تلاجة جديدة، بجيب بوتاجاز جديد، بجيب غسالة جديدة، واوفر فيهم سعر مش هقدر ان انا اوفره لو رحت جبته من بره. تمام. بالنسبة لكل الشغل، سواء تصدير، سواء انتاج محلي، كل شغل بخامات وجودة عالية جدا. أيوة. باسعار مش هتلاقيها غير في عالم التوفير ان شاء الله. ان شاء الله. فرعنا في المنصورة، عندنا كمان في القاهرة، يقدروا يتواصلوا معانا على ارقام التليفون برضو حضرتك. متابعين القناه ليهم اسعار خاصه، ليهم عروض خاصه، يقدروا طبعا يتواصلوا معانا ويبلغونا ان هم تبع حضرتك، تبع القناه، عشان من متابعين القناه. تقدري تشوفي معانا زي ما احنا شايفين الغسالات الاوتوماتيك، غسالات ممتازه جدا، غسالات عاليه، عندنا الاريستون، عندنا ال جي، الواير بول، عندنا الوايت بوينت التركي والايطالي والمصري كمان. حلو جدا. عندنا تشكيله متميزه جدا منها. موجود معانا كمان السامسونج كمان موجوده، السامسونج زي ما حضرتك شايفه. كل الامكانيات والاوبشنات العاليه في الغسالات هتلاقيها. ايوه. دي فرز تاني دي ولا فرز دي فرز تاني زي ما حضرتك شايفه؟ بصوا، هي دي الخدش، الفرز التاني. هو ده الفرز التاني، سبب ان هي فرز تاني. البادي بتاعها انما بيكون في الديفوهات البسيطه دي والحاجات البسيطه دي. تمام. زي ما احنا شايفين بيقلل في سعرها حوالي كده، تقدري توفري مبلغ محترم في الغسالة. يعني هي دلوقتي ب 6500، ب 6.5، دي معانا 8 كيلو. طبعا في اسعار خاصه لمتابعين القناه، اكيد يقدروا ان هم يشرفونا، يقدروا يتواصلوا معانا. عندنا شحن ان شاء الله للمحافظات، عندنا شحن مجاني في قلب المنصورة ان شاء الله. كل العروض والخصومات هتلاقوها ان شاء الله في عالم التوفير، تابعونا وتابعوا الصفحة ان شاء الله هتلاقوا كل الخصومات عليها. كل طبعا الاجهزة موجودة يا جماعة، غسالات، تلاجات، فريزرات، في كمان حاجات بقى الصغيرة اللي هي رفايع، في رفايع برضو، في حاجات رفايع هتلاقيها برضو باسعار كويسة جدا. المراوح بقى، عندنا مراوح، هي مراوح شايفين. مراوح سقف، ومراوح اللي هي الحائط والحائط، الحاجات دي بتقدري تقولي الشركه ما بتحطش فيها مكسب قوي، لان هي بتكون في وسط الشغل. تمام. وفي الشاشات،
معانا شاشات، هتلاقي معاك ال 32، هتلاقي معاك ال 43 العادي، والسمارت، السمارت اللي بيدخل على النت هتلاقي أيوة. برضه باسعار متميزه جدا. عندي شاشات سامسونج الاصلي، الاصلي يعني في ناس لازم الناس لازم تفرق وهي بتشتري السامسونج ما بين الاصلي والكوبي. تمام. احنا عندنا الاصلي مش كوبي ولا ماليزي ولا كوري، عندنا جدا مصنع بني سويف الاصلي، شاشات سامسونج الاصليه ان شاء الله ما شاء الله. الاسعار برضو مختلفه تماما يعني مش موجود عند اي حد. وعندنا بقى الرفايع، بقى عندنا بقى استاذه، عندك بقى الرفايع دي كلها الشركه بتوفرها للعروسه، بتوفرها لست البيت اللي بتشتغل بتشتري مني الاجهزه باسعار تقريبا بنقول اسعار جمله، لان ما بناخدش فيها مكسب، احنا شغلنا الاساسي في الاجهزه الكبيره، كل الحاجات دي بس بتطلب مننا في الفواتير اضافه للاجهزه اللي بتخرج معايا، هتلاقيها باسعار برضو مميزه. اي عروسه بتجهز هتلاقي موجود معاك كل بقى الحاجات. على فكره لو كلمتك عن الكبه ديت ممتازه ضد الكسر، اقدر ان انا امسكها دلوقتي وارميها لك في الارض، ضد الكسر قويه جدا وسعرها حلو قوي، وبتفرم لحمه، يعني كل ست بيت بتبقى بتدور على كبة حلوة تستحمل تفرم اللحمة كمان، يعني هي مش عايزة مفرمة لحمة غالية، هي عايزة كبة، كبة خضار وكبة فاكهة وكبة كده اهو على الارض قدامنا اهي عملي ضد الكسر، وبتفرم معاكي اللحمة بطريقة كويسة جدا. أيوة. سعرها كويس قوي، سعرها بقى بنحطها هنا، سعرها كويس جدا وخاصه لمتابعين القناه. أيوة. كبه اكورش هتلاقيها موجوده معانا، تفرم لك لحمه وكبه ضد الكسر. بكام بقى دي؟ دي عامله 550 جنيه بس. 550 جنيه، 550 جنيه بس لمتابعين القناه. تمام. طبعا علشان توفري كبه بتفرم لحمه وتكون بالامكانيه اللي احنا شفناها دي هتبقى اغلى من كده. طبعا تكون اغلى من كده، صح، عشان تجيبي مفرمه لحمه هتكون ب 1000 وي ب 2000، صح، زي ما حضرتك شايفه برضو ما كانت عندنا البيت. دي كل عروسه بتطلبها وما فيش غنى عنها دلوقتي. ايوه. عندنا برضو الهاند بلندر الفرداني التركي. حاجه ممتازه جدا، يعني احنا اصلا عندنا منها في البيت. ما شاء الله شغلها ممتاز، شغل حلو. جميله جدا. في بقى كبات الخضار وكبات ال 280 جنيه، من اول 280 جنيه. هاند بلندر متميز جدا جدا بصراحه، حلو شغله حلو وما فيش غنى عنه دلوقتي. تمام. كل ست بيت دلوقتي قاعده قدام التلفزيون بتشوف برامج الطبخ الحاجات لازم دي، لازم الهاند بلندر، نفسها تشتري الحاجات دي، لا احنا وفرناها لك باسعار الجمله اللي مش هتلاقيها غير في عندنا في عالم التوفير وبس. تمام. كبات الخضار برضو التركي والمصري والفرنساوي موجوده، مضرب البيضه اهو يا جماعه موجود معاكي، مطحنه التوابل خاصه بس بالتوابل دي لوحدها كده، دي ناس كتيره بتسال عليها، بالموتور بتاعها لوحدها خاصه للتوابل فقط، توابل او تطحني سكر. تمام. متميزه قوي في شغلها، حلو جدا. في برضو الرفايع بقى كلها، في حاجات بقى زي برضو مجموعه محضر الطعام زي ما احنا شايفينها. بتلاقي محضر الطعام، الخلاط والمطحنه، لو عروسه عايزه تجيب مجموعه على بعضها ما تجيبش كذا قطعه، تجيبها كل مره. وده بتاع الساندوتشات، التويستر برضو شغال معانا بيشوي، يعني هو بيعمل لك الحاجات المشويات. أيوة. في نفس ويعمل لك سندوتشات بيجهزها، بيعلم دي حاجات بقى ايه تمنعي ولادك من هم ياكلوا بره، تقدري تعملي لهم كل الحاجات دي في قلب البيت واسعار ممتازه جدا. عندنا الكينود عليها عرض ب 2200 بدل 2450، حلو جدا ما شاء الله. كينود طبعا معروفه، طبعا دي مفرمه لحمه، مفرمه لحمه وتعملي بقى كفتة الرز فيها والكوبيبه بقى كل حاجة بقى زي ما انت عايزة يعني. تمام. هتلاقي العجانات، هتلاقي خلاطات، هتلاقي الافران والميكرويف، كل الحاجات، والحاجات دي برضو دي برضو كانت شغل تصفيات معارض زي ما حضرتك شايفة، الطاسات وال بكل بالمطبخ ده جريل، ده جريل شوي برضو على حلو قوي، ده حلو جدا. تمام. الجرانيت شغل ممتاز قوي. أيوة. برضو صواني الفرن الجرانيت المقاسات المختلفة. أيوة. تمام. كمان متوفر هنا في عالم التوفير ميكروويف سامسونج. أيوة. زي ما احنا شايفينه ميكروويفات سامسونج بأسعار مش موجودة غير في عالم التوفير وبس، حاجة ممتازة جدا. تمام. الله ينور. في عندي برضو هنا
حلو جدا. ميكروويفات ممتازة جدا وشغلها عالي واسعارها مش موجودة غير في عالم التوفير وبس. اسعار جميل. متميزة. عندنا برضو مبردات المية. بصوا يا جماعة مبردات المية برضو موجودة. الغسالة الصغنونة دي. بصي مبردات المية. في مبردات بتكون بباب زي كده. في ناس بتحب الموديلات دي. تمام. احنا شايفين البارد والسخن والباب علشان الاطفال والشكل الديكوري معانا. في مبردات برضو المختلفة في النظام ده وفي الحنفية بالطريقة دي. كده ده في اكتر من سيستم. في عندي كمان مبرد بفلتر. برد شفير. ايوه. بفلتر. بفلتر داخلي. بصوا يا جماعة عشان تشربوا مية وانتوا مطمنين يعني. حلو جدا. بالنسبة بقى لاسعارهم. اسعارهم ان شاء الله بتبدا من اول 1350. تمام. معانا لحد 2900 على حسب كل جهاز وكل اوبشن موجود فيه. تمام. برضو اسعارها متميزه جدا. حلو جدا. تمام. احنا بنشكر حضرتك على فكره. في برضو دفايات يا جماعه كل الاجهزه كل الحاجات الرفيعه اللي كل ست بيت او عروسه محتاجاها هتلاقيها ان شاء الله باسعار ممتازه. تمام. شرفتينا. الله يخليكي. اسكندريه شرفونا. ربنا يخليكي يا رب. ومتابعينك برضو شرفونا على في المعرض القناه وان شاء الله باذن الله. ربنا يخليكي يا حبيبتي. يا رب نتشرف بيكم كده ان شاء الله إن سواء بالاتصال او بالحضور. من احسن الزباين ومن الاسكندريه ومن احسن العملاء اللي اتعاملنا معاهم الحمد لله. شرفونا او بعتنا لهم شغل في اسكندريه زي ما انا قلت لحضرتك يعني. أيوة. بصراحه من افضل العملاء وانت ناس محترمه برضه وناس بتحب حقيقة. الالتزام. عرفت عنهم المعلومه دي. ناس بتحب الالتزام ناس بتحب الشغل الكويس وناس محترمه جدا. انا اتشرفت ان انا اتعاملت معاهم. ربنا يخليك. شكرا يا استاذه. الله يخليك يا رب. يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.